بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، الدرس 52. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القصاص مأخوذ من القص، وهو القطع، أو من اقتصاص الأثر، أو من اقتصاص الأثر، يعني تتبع الأثر، هذا في اللغة. وأما في الشرع، القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، مثل ما فعل بالمجني عليه. والقصاص ثابت في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، والحكمة منه ظاهرة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب يعني فرض عليكم القصاص في القتلى. والحكمة كما في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كيف يكون القصاص حياة وهو قتل للجاني؟ نعم، يكون حياة للآخرين وللجاني نفسه أيضا، لأنه يحقن الدماء. فإذا عرف الذي يريد الجناية، عرف أنه سيقتص منه، ترك الجناية، فحقن دمه ودم من يريد قتله. وكذلك المجتمع يأمن على الدماء، إذا أقيم القصاص يأمن المجتمع على أنفسهم من الاعتداء. لذلك صار حياة للناس، يضمن لهم الحياة ويصون دماءهم عن الاعتداء عليها. ولا شك أن الاعتداء على النفوس المعصومة أنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا في قتل المؤمن. وفي قتل المعاهد قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس التي حرم الله تشمل نفس المؤمن ونفس المعاهد، لأن المعاهد حرم الله قتله، بدليل ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. معاهد كافر، لكن العهد صان دمه وحرمه، فصار الذي يقتله لا يجد ريح الجنة. هذا وعيد شديد، وعيد شديد والعياذ بالله. النفس التي حرم الله يشمل المؤمن ويشمل المعاهد، يشمل الكافر المعاهد. وفي الآية ما توعده الله به: فجزاؤه جهنم، هذه واحدة، خالدا فيها، هذا وعيد شديد، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنواع من الوعيد توعد الله بها من قتل مؤمنا متعمدا. قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني إما تقتل قصاص أو من أجل منع الإفساد في الأرض، أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
فالاعتداء على النفوس البريئة والمحترمة معصومة جريمة عظيمة. بل إن بعض الصحابة يرى أنه لا توبة له، كابن عباس رضي الله عنه يرى أن القاتل عمدا لا تقبل منه توبة، ولا بد من تعذيبه في النار، لا بد من تعذيبه في النار لقوله تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما الجمهور فيرون أنه إذا تاب تاب الله عليه لقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهذا استثنى الله من تاب من هؤلاء الثلاثة: المشرك والزاني والقاتل. فدل على أن القاتل إذا تاب تاب الله عليه. إذا كان المشرك إذا تاب تاب الله عليه، فكيف بالزاني إذا تاب توب الله عليه؟ ولكن معنى الآية التي استدل بها ابن عباس رضي الله عنه معناها أن هذا عذابه لو لم يتب، لو لم يتب فهذا عذابه، وأما إذا تاب تاب الله عليه. وابن عباس كالجمهور يرون أن القاتل لا يكفر، لكن الجمهور يقولون إذا تاب لا يعذب، وابن عباس يقول يعذب ولو تاب، لكنه لا يخلد في النار أبدا، إنما يخلد تخليدا مؤقتا خالدا فيها، يعني تخليدا مؤقتا يعني يطول عذابه فيها أكثر من غيره من أصحاب الكبائر. لا معنى، ليس معناه عند الجميع، ليس معناه أنه يخلد في النار أنه كافر، لا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك. هذا يدل على شناعة سفك الدماء، وأنه عند الله عظيم خطير، ولهذا شرع الله القصاص لأجل تلافي هذه الجريمة، حماية دماء المسلمين وحماية المجتمع عن القتل بغير حق. والحكمة في هذا ظاهرة، أن المجتمع الذي يقام فيه القصاص تسلم فيه النفوس، تسلم فيه النفوس من القتل، وأما المجتمع الذي لا يقام فيه القصاص فيكثر فيه قتل النفوس والاعتداء على الأبرياء، تكثر فيه الجرائم. ولا يغني عن القصاص الحبس المؤبد كما يقولون، ما يغني عنه الحبس المؤبد، ولا يردع الناس الحبس، لأنه حتى ولو حبس فهو لا يردع الناس، وأيضا الحبس عرضة لأنه يخرج فيما بعد أو يتوسط له أحد ويخرجه. فالقتل حسم لهذه الجريمة، ولا تقبل فيه شفاعة. لو وجب القصاص على أحد وطالب صاحب الحق، طالب صاحب الحق، فليس لأحد أن يتدخل لإسقاط القصاص إلا برضا صاحب الدم. إذا رضي وقبل التنازل عن القصاص إما بعوض وإما بغير عوض له ذلك، إن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتص وإما أن يودى، فالخيار لولي الدم ولا يعترض عليه أحد. لو اختار القصاص ينفذ ولا أحد يمنعه، لا سلطان ولا وجيه ولا أحد، إنما هذا راجع إلى رضاه هو، اختياره هو. هذا فيه رحمة للناس،
صيانة لدمائهم، حفظ لأمنهم واستقرارهم. فلله الحكمة البالغة في ذلك. نعم. كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. لا يحل دم امرئ مسلم. ما هو المسلم؟ الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يظهر منه ما يناقض الشهادتين، ما يناقض الشهادتين، هذا يحرم دمه وماله. أما إذا كان منافقا ولم يظهر منه نفاق، ولكنه في قلبه كافر، وإنما أظهر الإسلام لأجل أن يسلم من القتل، فإنه يقبل منه علانيته ويوكل سريرته إلى الله جل وعلا. ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، قبل إسلامهم وكف عنهم، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو أني رسول الله، فإذا حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على الله، حسابهم في الباطن على الله جل وعلا، هو الذي يعلم سرائرهم. إن كانوا صادقين فإنهم يكونون مؤمنين من أهل الجنة، وإن كانوا منافقين فإن الله يجازيهم جزاء المنافقين يوم القيامة، سرائرهم إلى الله جل وعلا. لكن لو ظهر منه ما يناقض الشهادتين من أنواع الردة، هذا يأتي في كتاب الحدود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث خصال فيحل. إذا ارتكب إحدى هذه الثلاث حل دمه إلا بإحدى ثلاث: الأولى النفس بالنفس، وهذا هو القصاص، وهذا محل الشاهد من الحديث في كتاب القصاص: فالنفس تحل بالنفس قصاصا، النفس بالنفس. الثاني الثيب الزاني، ثيب وهو الذي سبق أن وطئ في نكاح صحيح، الذي سبق أن وطئ امرأته في نكاح صحيح، فإذا زنى بعد ذلك فإنه يحل دمه، وكيفية قتله يأتي بيانها، لكن يحل دمه بذلك. أما إذا كان بكرا لم يتزوج فهذا يأتي في الحدود أنه يجلد 100 ويغرب سنة كما يأتي. وهذا هو المذكور في القرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والقصاص أيضا مذكور في القرآن، مذكور في القرآن، لكن الكلام في الزاني الآن. المذكور في القرآن هو الجلد، هذا في الذي يتلى، وإلا فيه آية نسخ لفظها وبقي حكمها. فأيضا في القرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه أنه يرجم الزاني، الثيب الزاني يرجم. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانوا يتلونها قرآنا ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم أصحابه،
فدل على أن حكم هذه الآية باق، أنه باق. الثيب الزاني، والثالث المرتد تارك لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام، كأن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بالأموات، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لأنه أبطل شهادته، شهادة لا إله إلا الله. وكذلك لو سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام إلى آخر النواقض المعروفة، إذا ارتكب ناقضا فإنه يحل دمه بالردة، يحل دمه بالردة. تارك لدينه المفارق للجماعة، لأنه إذا ترك دينه فارق جماعة المسلمين، فيقام عليه حد الردة، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الإسلام فإنه تقبل منه التوبة. فدل هذا الحديث على مشروعية القصاص، وهو محل الشاهد من الحديث للباب. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم، أول ما يقضى بين الناس عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحكم بين عباده يوم القيامة، فينصف المظلومين من الظالمين، وتؤخذ الحقوق من الظلمة وتعطى للمظلومين. وأول ما يقضى بين الناس من حقوق العباد بالدماء، فدل على احترام الدماء وصيانة الدماء، لأنها تقدم يوم القيامة على غيرها من الحقوق، حقوق البشر. ولا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، هذا من حقوق الله. فأول ما يسأل العبد يوم القيامة من حقوق الله عن الصلاة، وأول ما يسأل عنه من حقوق المخلوقين الدماء. ولا تعارض بين الحديثين والحمد لله. فدل هذا الحديث على حرمة الدماء وخطورة الاعتداء عليها، لأن الله جل وعلا يقدمها يوم القيامة على غيرها من حقوق المخلوقين، حينما يقضي ويحكم بين عباده سبحانه وتعالى. فالظالم وإن سلم في الدنيا ولم تؤخذ منه المظالم، إن سلم في الدنيا فإنه لا يسلم في الآخرة، ولو أخذت منه المظالم في الدنيا لكان أسهل عليه، فلا يفرح يقول أنه نجا وأنه سلم، فإنه إذا لم يؤاخذ في الدنيا ولم يؤخذ منه فإنه يؤخذ منه يوم القيامة، وذاك أصعب والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يتخلص من المظالم ما دام على قيد الحياة، حتى لو كان عليه قصاص يمكن من نفسه، يمكن من نفسه ويعرض نفسه للقصاص. كونه يقتص منه في الدنيا أسهل من أنه يحاسب يوم القيامة. وكذلك بقية الحقوق، إذا كان عنده مظالم يؤديها تخلص. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، كان له حسنات يؤخذ من حسناته وتعطى للمظلومين، وإن لم يكن له حسنات فإنه يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليه ويطرح في النار. فالله جل وعلا حكم عادل،
لا يترك المظالم تذهب هدرا، وإن سلم أصحابها في الدنيا فإنهم لا يسلمون في الآخرة، وحقوق المخلوقين لا تسقط إلا بتسامحهم عنها. حتى ولو تبت واستغفرت هذا ما يبريك من حق المخلوقين، لا بد من أدائها إليه. إنما الاستغفار والتوبة هذا في حقوق الله، ما حقوق المخلوقين ما يكفي التوبة والاستغفار، لا بد من أدائها إليهم أو مسامحتهم عنها. نعم. عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ قالوا: كيف بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، في حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. نعم. هذا في القتيل الذي لا يعرف قاتله، إذا قتل إنسان في مكان ولم يعرف قاتله حتى يقتص منه، وجد في حارة، وجد في مكان تفرق الناس، وجد في على أثرهم قتيل بعد تفرقهم، المهم أنه وجد قتيل ولا يدرى من قاتله، فهذا له إجراء مذكور في هذا الحديث، وهو ما حصل من قصة عبد الله بن سهل حينما ذهب هو وحويصة ومحيصة ابن مسعود ابن عمه، ذهبوا إلى خيبر، وخيبر بلد زراعي شمالي المدينة كانت تقطنه اليهود، وكان بلدا زراعيا مغلا بالثمار، فكانت اليهود تقطنه، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة السابعة بعد صلح الحديبية، غزاهم في خيبر وحاصرهم حتى استسلموا بعد شدة وبعد طول حصار تعب على المسلمين، استسلموا ومكن الله المسلمين منهم، وصارت بلادهم للمسلمين، فيئا للمسلمين. فقالوا: يا محمد، نحن أعرف بالزراعة وأعرف بالأرض، فطلبوا منه أن يتركهم يزرعونها بشطر ما يخرج منه، يعني بنصف ما يخرج منها. الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم إلى ذلك، تركهم يزرعونها ويدفعون للمسلمين نصف الغلة، هذا ما يسمى بالمساقات والمزارعة، فصارت بلاد إسلامية. سافر إليها هؤلاء النفر وتفرقوا في خيبر في النخيل، ولما رجعوا وجدوا صاحبهم يتشحط في دمه، وجدوا عبد الله بن سهل قتيلا قريب القتل، يتشحط في دمه، يعني يتحرك في دمه، دليل على أن قاتله قريب، لكن لا يعرفونه،
والمتهم فيه اليهود لأنه قتيل بينهم وبين منازلهم ومساكنهم، فهم المتهم وهم أعداء، وهم أعداء للمسلمين، فالقرينة قوية في أنهم هم الذين قتلوه. وهذا ما يسمى باللوث، يعني العداوة الظاهرة. فاللوث وهو العداوة الظاهرة قرينة تغلب على الظن أنهم هم الذين قتلوه. فاتهموا فيه اليهود وذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طالبون بدمه، يطالبون بدمه. وتكلم عبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم وهو أخ القتيل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني اترك الكلام للكبير، هذا من الأدب إن الصغير ما يتكلم بوجود الكبير. وهم كلهم جاءوا في القضية، كلهم جاءوا في القضية، فهذا فيه حسن الأدب وأن الكبير يقدم في الكلام. قال له: كبر كبر. فتكلم حويصة وادعوا على اليهود أنهم هم الذين قتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بدعواهم، كما هي القاعدة الشرعية أنه لا يحكم بالدعوة إلا ببينة، إلا ببينة أو يمين. لو يعطى القوم بدعواهم لادعى قوم دماء أناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه القاعدة القضائية. طلب منهم البينة، ألم يأتوا ببينة شهود على ما قالوه؟ قال: تحلفون 50 يمينا، تحلفون 50 يمينا. هذه تسمى القسامة، أيمان القسامة. تحلفون 50 يمينا على واحد منهم، أو بس تحلفون على أنهم قتلوه، ما يكفي هذا، لازم تعينون، تعينون الشخص. تحلفون 50 يمين إن فلان هو الذي قتله. هذا عدل الإسلام، شوف عدل الإسلام حتى مع الأعداء. 50 يمين على شخص واحد نقوده لكم برمته، يعني بالحبل الذي في رقبته. رمته يعني الحبل الذي يوضع في رقبة الجاني حينما يراد تنفيذ القصاص به. قالوا: كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى؟ يعني ما يرى. هذا دليل على تورعهم، مع أن القرينة قوية ويغلب على الظن، لكن خافوا على دمامهم. قالوا: كيف نحلف ولم نرى ولم نشهد؟ يحلفون على غلبة الظن، على غلبة الظن، لكنهم تورعوا ولم يحلفوا، حتى مع غلبة الظن لم يحلفوا تورعا منهم. قال: إذن تبرئكم يهود ب50 يمينا. قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ولم يقضي على اليهود بشيء، لم يقضي على اليهود بشيء، لأنهم لا هم حلفوا ولا رضوا بأيمان اليهود، والأصل البراءة، فلم يقضي على اليهود بشيء. لكن هل يضيع دم المسلم؟ لا. ولذلك وداه الرسول، دفع ديته من بيت المال، دفع ديته من بيت المال. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية القسامة في القتل المعمى الذي لا يعرف فيه القاتل، لكن يتهم فيه أهل حارة أو أهل محلة أو أهل سوق أو أهل بلد، تهمون فيه. ثانيا، فيه أنه لا تقام القسامة إلا مع القرينة القوية التي تغلب على الظن صدق المدعي، وذلك العداوة بين القتيل والمدعى عليهم، كما بين اليهود والمسلمين، هذه عداوة ظاهرة. إذا لم يكن هناك عداوة بين المدعى عليه والقتيل فلا قسامة، لأن ما فيه شيء يغلب على الظن صدق الدعوة. ثالثا، يبدأ بأيمان المدعين،
يبدأ بأيمان المدعين لأنهم ليس معهم بينة، فيبدأ بأيمانهم ويكون هذا يقوم مقام البينة. ولا بد أن يحلفوا 50 توزع عليهم على عددهم، قلوا أو كثروا توزع عليهم على عددهم. ودل على جواز الحلف على غلب بناء على غلبة الظن، دل على جواز الحلف بناء على غلبة الظن، لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. رابعا فيه أنه إذا أبى المدعون أن يحلفوا ترد الأيمان على المدعى عليهم، على المدعى عليهم، فإذا حلفوا برئوا. خامسا في دليل على أن المدعى عليهم إذا لم يحلفوا، أنه إذا لم يحلف المدعون ولم يحلف المدعى عليهم لأنه لا يقام قصاص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك اليهود، فلا يقام قصاص لعدم توفر الشروط في القسامة. ودل الحديث عموما على أهمية الدماء وصيانة الدماء وسد الباب، سد الباب على الحيل، لأنه لو لم تقم القسامة لتحيل الناس، وإذا أرادوا أن يقتلوا شخصا ترصدوا له خفية وقتلوه وضاع دمه. لأجل هذا تصان الدماء وتسد الحيل لئلا تستشاط الدماء بهذه الطريقة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في قتل الغيلة، في قتل الغيلة، وهو أن يقتل الإنسان طمعا في ماله، يقتل خفية طمعا في ماله، أي يسمى قتل الغيلة. فهذا اليهودي اعتدى على هذه الجارية من الأنصار، الجارية هي البنت الصغيرة، فقتلها لأجل أن يأخذ ما معها من الأوضاح، يعني من الحلي، الأوضاح يعني الحلي، طمعا في حليها. والأداة التي استخدمها أنه رض رأسها بين حجرين، وأدركت قبل أن تموت، سئلت: من الذي فعل هذا بك؟ فلان فلان، وهي ما تقدر تكلم ولكنها تشير برأسها فلان، فلما ذكروا واحدا أومأت برأسها النعم، فجاءوا به فاعترف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين. دل هذا على مسائل: المسألة الأولى فيه إقامة القصاص على المعاهدين، لأن المعاهد يخضع لحكم الإسلام، إذا كان في بلاد المسلمين، دخل في بلاد المسلمين فإنه يطبق عليه حكم الإسلام، إذا قتل أو زنى أو سرق أو طبق عليه الحكم الشرعي، لأنه هو خضع لحكم الإسلام ورضي به. كذلك اليهود كانوا معاهدين في المدينة، يجري عليهم حكم الإسلام. وفيه دليل على أنه يقتل الرجل بالمرأة،
على أنه يقتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير، على أنه يقتل الرجل بالمرأة وأنه يقتل الكبير بالصغير. وفيه دليل على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، فإن الرجل رض رأس الجارية فرض رأسه، وهذا معنى القصاص. القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، وهذا هو العدل، هذا هو العدل والإنصاف. ومن العلماء من يقول لا يقتص إلا بالسيف، ولكن الصحيح أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه ما لم يكن فعل الجاني محرما، فلا يفعل في المجني فلا يفعل به الأمر المحرم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه محرم كما لو سقاه الخمر مثلا، لو سقاه الخمر فمات فهذا لا يسقى الخمر لأنه حرام، لكن يقتل بالسيف، يقتل بالسيف. فإذا كانت الأداة أو الفعل الذي فعله بالمجني عليه محرما إنه يقتل بالسيف ولا يفعل به المحرم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدي. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر، إلا الإذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة السنة الثامنة من الهجرة في رمضان قتلت هذيل قبيلة معروفة، قتلت رجلا من بني الليث بقتيل لهم في الجاهلية. معروف أن دماء الجاهلية أهدرها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها، لكن هؤلاء ما بلغ، ربما أنه ما بلغهم هذا الأمر، وإلا في الثارات اللي في الجاهلية ألغاها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أسقط دم عمه، أسقط دم عمه الذي قتل في الجاهلية. فأمور الجاهلية موضوعة ولا يطالب بها، هذا ناحية. الناحية الثانية أنهم قتلوا في مكة، ومكة لا يجوز القتل فيها، وإنما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، هذه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز القتل في مكة، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إنما يقتل المعتدي دفاعا فقط، إنما يقتل المعتدي دفاعا فقط. حتى في الجاهلية كانوا يعظمون الحرم، فكان الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يهيج ولا يكلمه بشيء حتى يخرج من الحرم تعظيما للحرم، فلا يجوز ابتداء القتل في الحرم، وإنما يجوز الدفع فقط. فإن قاتلوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة مكة
أنه لا يجوز القتال فيها، وإن ترخص أحد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخلها بالسلاح وحصل فيها قتل فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وحلت له ساعة من نهار ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة، فلا يجوز القتال والقتل فيها إلا من باب دفع المعتدي أو إقامة القصاص على من وجب عليه القصاص في مكة. ما يعطل القصاص في مكة، يقام، لأن هذا بحق، هذا قتل بحق. ثم بين صلى الله عليه وسلم بقية أحكام الحرم. أولاً أنه ما يجوز فيه القتال، وأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص به بأمر الله سبحانه وتعالى. ثانياً فيه أن الحرم لا يعضد شجره، يعني لا تقطع أغصان الشجر، والمراد الشجر البري، أما الشجر الذي يزرعه الإنسان، الشجر الذي يزرعه الإنسان له قطعه، إنما الشجر البري الذي ينبت على المطر هذا لا يجوز قطعه ولا كسر أغصانه. وحتى العشب الذي ينبت على أرض الحرم لا يجوز أنه يختلى، يعني يحش ويجمع مثل ما هو في غير الحرم، ولكن يرعى، يترك الأنعام ترعى فيه، ما يخالف، تترك الأنعام ترعى. أما يجي واحد يقول بجمعه وبأخزنه، لا، ما يجوز هذا، لا يختلى خلى، يعني العشب الرطب يترك للرعي ولا يختلى، ولا تلتقط لقطته. إذا وجدت اللقطة وهي المال الضائع في الحرام لا يجوز لك تأخذها إلا بشرط أن تقوم بالبحث عن صاحبها حتى تجده تدفعها إليه. ليست لقطة الحرام مثل لقطة الحل، لقطة الحل تأخذها وتنادي عليها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، لكن لقطة الحرم لا تحل ولو بعد السنة. فيلزم من أخذها أن ينادي عليها وأن يعرفها حتى يجد صاحبها. إذا قال والله ما عندي استعداد، قلنا خلها في مكانها، لا تأخذها، أبي تأخذها وتعهد بالحكم الشرعي ولا اتركها في مكانها. هذا من خصائص الحرم، ولأن الحرم الناس يجول من الأقطار، وربما يجي صاحبها، ربما يجي صاحبها ويدورها ويبحث عنها، فإذا شلتها وأخذتها وين يلقاها؟ خلها في مكانها حتى إذا جاء صاحبها أو وصى أحد أو يجدها في مكانها إلا لمنشد. ثم قال أبو شاه رجل من اليمن: اكتبوا لي يا رسول الله، يعني اكتبوا لي هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمنع من كتابة الحديث في عهده صلى الله عليه وسلم لئلا يختلط الحديث بالقرآن، كان يمنع من كتابة الحديث ويأمر بكتابة القرآن. ولكن الأفراد إذا طلب فرد واحد الكتابة فلا بأس. ولهذا لما طلب هذا الرجل، لأنه لا يحفظ، الرجل لا يحفظ، طلب أن يكتب له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، فدل على أن كتابة الأفراد للحاجة لا بأس بها، وإنما ممنوع الكتابة العامة، أن يدون كلام الرسول كما يدون القرآن، هذا في عهده لا يجوز لأن لا يختلط القرآن بغيره، وإنما رخص لهذا الرجل خاصة لحاجته إلى ذلك، ولأن هذا ما ليس فيه محذور ولا يخشى أن يختلط بالقرآن. وإنما دونت السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما زال المحذور، لما دون القرآن وانتهى وانقطع الوحي زالت العلة التي من أجلها منعت كتابة الحديث، فدون
المسلمون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر عمر بن عبد العزيز ومن جاء بعده، وعملت المصنفات في السنة ودواوين السنة لأنه زال المحذور. هذه مسألة كتابة الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد عهده. مسألة الثانية، قام العباس رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إلا الإذخر، لأن الرسول حرم قطع الشجر وحرم اختلاء العشب. قال: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنهم يحتاجونه لقينهم، والقين الحداد، الحداد الذي يوقد النار على الحديد، والإذخر نوع من النبات، الإذخر نوع من النبات في الحرم معروف بهذا الاسم إلى الآن، وهو سريع الاشتعال لقينهم يعني لصناعهم ولقبورهم، يجعلونه إذا وضعوا الميت في اللحد وصفوا عليه اللبن أو الحجارة يجيبون الإذخر ويجعلونه من بين اللبنات أو الحجارة من أجل أن يمسك التراب ما ينزل على الميت، إلا لقبورهم ولقينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب طلب العباس، وهذا بأمر الله، لأن الرسول ما يشرع من عنده وإنما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فكان سؤال العباس سبباً في الرخصة من الله عز وجل في الإذخر خاصة للحاجة. فهذا يستثنى من نبات الحرم، أنه يقطع الإذخر، يقطع للاستعمال ولا حرج فيه، وما عداه من الأشجار والأعشاب التي تنبت في برية لا يجوز قطعها. هذه أحكام الحرم. كذلك الحرم لا يهيج فيه الصيد، لا يهيج الصيد فضلا عن قتله، ما تهيج الصيد من أمكنته ومن أوكاره وتروع الصيد، لا يهيج الصيد منها ولا ينفر صيدها كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيدها. هذا من أحكام الحرم. نعم. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، هذا محل الشاهد من الحديث، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يدي وإما أن يقتص. هذا فيه دليل على أن الولي القصاص يخير بين العفو مجانا أو العفو على الدية. العفو على مال، على الدية أو أكثر منها، العفو على مال أو القصاص، يخير بين هذه الأمور الثلاثة، إما مجانا وإما على المال وإما القصاص، التخيير لولي الدم. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكفي. نعم.